صباحكم بالخير والعافية، يسعده الله متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بأرق عبارات التحايا الصباحية. أهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. طبعا تعودنا دائما من الحمل حتى الحوت، واليوم نريد نعرف أيضا ما هي تأثير الأفلاك من أمس وأول أمس متصدرة إلى نهاية الأسبوع، وما هي الأمور الإيجابية اللي ممكن جميع الأبراج أنه تتبعها. بعدنا بنفس التأثير طاقة عطارد المرتفع مع أربعة أبراج مصطحب معه، هي الزهرة والمشتري، كوكب الحظوظ والمال، وأيضا تقوي هذه الأبراج وهذه الطوالع المريخ وزحل، إذ نزلت في حواكم أبراج أو رافقتها وصحبتها أبراج جدا ممتازة ومحظوظة. فهنا هو يكمن طبعا تقوية طالع هذه الحظوظ من الزهرة والمريخ. إذن نتابع وياكم سويا، وبعدنا ربما مستمرين أيضا بهذه الطاقة الإيجابية إلى نهاية الأسبوع من خلال قراءتنا الصباحية السريعة اللي راح نستهل بها أبرز تفاصيل تأثير هذه الخمسة أبراج مع عطارد المرتفع الذي عاد إلى الحياة، وهي دورة الحياة الجديدة. طبعا راح ننتقل وياكم إلى مولود الحمل اليوم اللي راح يكون نجاحك باهر، وأنت اليوم في الصدارة مثل الصخرة ما تتحرك. واليوم طبعا هو الحمل هو أخطبوط الأبراج من بداية الشهر، لكن العاطفة انتبه لفرص استثمارية أو ربما تستثمر مع الشريك وتعرف كيف تتعامل معه. الصح اليوم ما تقع ضحية الاضطرابات النفسية، وحاول أنه تعبر عن مشاكلك النفسية بأفضل ما أنت عليه. ومولود الثور طبعا الزهرة حاكم بيتك، وهذه الأبراج أي العطارد مرتفع رفع معك منسوب الصحة والمال والعاطفة. أنت اليوم تشرق من دون أنه تتوقف في كل الصعد والأماكن، أينما حللت اليوم هو نجاح تمام. لكن إلى الصح اليوم ساعد أصدقائك، وحاول أن تكون أنت ربما المحور المهم فيما قمت به اليوم من شراكات عمل. وإلى مولود الجوزاء سريعا عليك أن تتجنب الأمور غير القانونية في العمل، وتنتبه ربما هنالك بعض المحظورات اللي لا تقترب منعتها مع حتى الحظوظ المرتفعة معك. لكن العاطفة تتصرف اليوم أنت والحبيب ربما بفرصة جدا إيجابية حظيت بها من فترة، إلى العاطفة اليوم ينتابك بين الحين والآخر. أشعر بالكآبة، وهذا كان سبب من الأسبوعين المضت هو ربما تأثير بعض الأبراج، لكن اليوم تحظى بطاقة إيجابية وممتازة. وإلى مولود السرطان أنت تحت بعض التغييرات في مجال عملك، راح تكون اليوم أنت الأفضل، والعاطفة تقترب من الحبيب أكثر، راح تنال حبه وإعجابه وتبادل نفس المشاعر، لأن هذه الفترة هي فترة جدا إيجابية لجميع الأبراج. الصحة اليوم ربما تنعكس عليك الأمور سلبا من تلقاء أخذ العلاجات بدون استشارة الطبيب. وإلى مولود الأسد اليوم ينصحك التحرك بثقة ووضوح، الرؤية اليوم أصبحت واضحة. طبعا العاطفة نصيحتي للشريك أنه يحاول أو أنت تحاول أنه تقترب من عنده أكثر، هذه الفترة جدا ممتازة للشراكات. والصحة تتخلص اليوم من كل ما يسبب لك طبعا الانزعاج وتنسى الهموم، وحاول أنه تكبر طاقتك مع المريخ وزحل المصاحب بخمسة أبراج اللي هي عطارد والزهرة والمال، اللي اليوم راح تكون أنت أيضا ربما ناري بامتياز. إلى مولود العذراء اليوم تكون جدا ربما متذمر كنت في الفترة اللي مضت منكم، من أخذ إجازات طويلة، منكم من يعود إلى العمل، وهذه الفترة فترة جدا إيجابية وممتازة. والعاطفة عامل الحبيب بالمثل وما تكون قاسي عليه، لكن انتبه إلى تصرفاتك ونوعية التصرف معه. إلى الصحة اليوم المحافظة على صحة سليمة، طبعا خسارة بعض الأمور ربما هنالك خيوط أنت ما عرفت كيف تمسكها، لذلك رحت إلى تفاصيل صحية أكثر عميقة. إلى مولود الميزان اليوم العمل المضي في مسائل ربما أنت تقوم بها إلها انعكاسات إيجابية على النجاح معك، والعاطفة طبعا يلوح بالأفق نجاحات جدا كبيرة. العاطفة يكون اليوم الشريك من أقرب الناس لك، وهذا هو ربما ما يكون أبسط قواعد العلاقة الناجحة. والصحة اليوم تميل إلى الأفراط طبعا في تناول بعض الطعام في الوقت نفسه، حاول أنه تحمي نفسك وطاقتك من الأكل مساء، هذا جدا مضر معك. إلى مولود العقرب ينتابك أيضا الشعور بالارتياح الكبير، لأنه ربما تعبر عن مشكلاتك بطلاقة، وربما هنالك مشاريع بدأت تنجح مع عطارد المرتفع بخمسة أبراج ومن ضمنها الزحل والمريخ اللي يقوي لك هذا الطالع. والعاطفة أنت اليوم ربما هديت مع طاقة جدا إيجابية أو مع الشريك اللي كان يشاركك حياتك، لكن أنت اليوم تشعر بأنك مصاب بخيبة أمل، القادم أحسن. والصحة اليوم تنتبه إلى نوعية طعامك، أو ربما تعمل شيك لأنك ربما تعاني من نقص معين. إلى مولود القوس أيها القوس، ما تتحدى الأفكار وما تتلاعب بمسائل ربما تدعي الذكاء أنت، لكن هذه أبدا مو فترات المجازفة. العاطفة اليوم حافظ على صبرك وهدوءك، وحاول أنه تتعامل مع الشريك بالمثل، يعني ليكون هو إيجابي وأنت سلبي. الصحة اليوم تتناول بعض الخضروات، هي اليوم راح تكون من أفضل
الأمور اللي تكون لك إسناكات جدا ممتازة وناجحة في التخلص من الوزن الزائد. بعضكم راح يقول فقط هذه الأمور، لا، هي عطارد اللي عاد دورته من جديد راح يحاول أنه يعكس عليكم إيجابا. مولود الجدي، ربما إرادتك القوية والنجاح راح يساهمون طبعا في توطيد العلاقات على كل الصعد، حاول أنه تعمل بجد هذه الفترة. والعاطفة، اللقاء اليوم مع الشريك ربما يكون هو من أكثر الأمور يناسبك، حاول أنه أيضا تستفاد من هذه الطاقات الممتازة. الصحة، اليوم ربما بين الحين والآخر ننصحك باتخاذ التمارين أو على الأقل تغيير المناخ والجو، يعني مهم لك. إلى مولود الدلو، تخضع للضغوط والالتزامات، التعليمات الموجهة لك اليوم، حاول أنه ما تكبر الهالات من حولك، لكن حاول أنه تحظى بأمور جدا ممتازة وإيجابية مع عطارد المرتفع. والعاطفة، اليوم الشريك يبحث عن حياة هادئة معك، وربما أنت ذهبت إلى شراكة هادئة أكثر، لكن الصحة، تعرض نفسك للطقس الحار أو البارد لأنه هذا هو تغيير جو، ربما أنت في وعكة صحية الآن. وأخيرا مولود الحوت، ما تكون متسلط في قراراتك، الحوت من أمس بدأت معاهم أمور جدا ممتازة، والحظوظ أصبحت تخدم الحوت قبل جميع الأبراج، ربما أوراق قديمة تعود إلى الواجهة، وهنالك ربما من يدعمك ويقف من جانبك إلى بعض الأصحاب والمقربين. والصحة، اليوم الإكثار من شرب العصير الطبيعي طبعا، والابتعاد عن التدخين وعن الهموم هي أبرز الأمور اللي تصدر في صدرتك أيها المولود. متابعينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وياكم كالمعتاد طبعا مثل ما عودناكم إلى القسم الآخر من اتصالاتكم ومشاركاتكم، وخلونا نعرف اليوم حركة الأفلاك المتصدرة من أول أمس كيف كانت تأثيراتها على بقية الأبراج، من الأبراج اللي عانت، وما هي طبعا استفساراتكم وأسئلتكم حول تأثير هذه الفترات الإيجابية. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا. ألو. ألو، صباح الخير. مرحبا. ألو ألو ألو، مرحبا. طيب، بعرف في اتصال على الخط لكن مسامعيني بصراحة الطريقة صحيحة. تمام. إذن متابعينا، بعدنا مستمرين وياكم في فقرتنا الصباحية وحديثي الممتع والشيق والجميل والمفرح وكل التفاصيل الحلوة اليوم اللي حابة أنقل لكم إياها طبعا. وبعدنا مستمرين نتحدث عن هذا المربع أو هذا المخمس. ليش هو مربع؟ شلون؟ لأنه بقيادة عطارد المرتفع، يعني شو هالجمال هذا، شنو هالرزق هذا الكبير، شنو هالامور المنفتحه. بصراحه هواي اشخاص كانوا يعانون من هذه من الفترات اللي مضت، لكن نشعر بانه ادائهم بدا افضل وامورهم بدات احسن، حتى على الصعيد النفسي بدات الامور تكون افضل واريح وربما اسلس من السابق، حتى على صعيد الصحه والمزاج والامور الايجابيه. طيب، الكل ربما اليوم من جميع الابراج 12 برج اللي حاب انه يعرف ما هي تاثيرات هذه الابراج على الجميع. طبعا انا حبيت انه اخص هذه المساحه قبل انه ننتقل الى اتصالاتكم حتى اثقف واوعي واذكر من كل متابعينا، حاول انه تستفادوا من هذه الفتره الايجابيه اللي هي اليوم اكبر نصر بامتياز لجميع الابراج. طبعا نحن دائما نقول 12 برج، لكن في عرف ميس الامير لم يكونوا 12، لا بل 13 برج. ليش؟ يعني مو على سبيل انه احنا نريد نضيف شيء من قبلنا، او يعني هي الابراج يمكن كانت طراحتها كلاسيك جدا. فولا خبير فلك اجى من الافلاك أعطى أنه برج الحية أو الحواء المضاف اللي تعبر الشمس أيضا، يعني ما هي مجرات وكل مجرة هو كوكب. طيب ليش الشمس تعبر كوكب معين اسمه الحواء أو الحية وما ذكر هذا الموضوع؟ إن شاء الله بالقادم نحن ناويين أنه نسوي رزنامة جديدة لتحديث الأبراج حتى جميع المواطنين لأنه يستفادون، لأنه أحيانا الشمس تكون في درب الحياء أو حواء وما ربما الحدث اللي بعده او اللي قبله ما يستفاد من هذه الفتره كونها هي قعدت شهر في هذا البرج، لانه الشمس تقعد بكل برج ايش قد شهر. تمام؟ فانت او انتم فهموني انه كل شهر يلا تنعاد دوره الشمس مع جميع الابراج، ليش هذا البرج اليوم مثلا ما استفاد؟ او طول هذا الشهر يقول لا، ما انا هو الشمس عندي في بيتي لكن ما حصلت الامور المرجوه ولا انا استفاديت من وجود الشمس. اي حبايبي طبعا ما تستفادون. ليش؟ لانه الشمس كانت في برج الحواء او الحيه، بمعنى قبل انه توصل لبيتك بشهر. او البعض يقول لا، مو يفترض هي اليوم بالبرزنامه او بالتاريخ انه خلينا نفترض انه هي في بيت الثور، ما تمام؟ لكن هي واقعا مو في بيت الثور، هي الان في برج الحمل. تمام؟ ممكن يكونوا في برج السرطان والثور يعتقد انها في بيته، تمام؟ هنا
الاغلب يسالوني يقولون لي ست ما انت نصحتي وقلت اليوم الشمس هنا في هذا البيت ونحن مشينا على كل التفاصيل اللي قلتي عليها، لكن حصلت ملاحظات انه انا بالربع الاخير يلا استطعت انه احقق، مو بالبدايه، مو على اعتبار انه من 30 يوم ممكن الفرص تكون ممتازه ومتاحه للجميع. طيب هذه بعض الاسئله بصراحه متابعينا اللي وردتنا على صفحاتنا، صفحه فيسبوك، صفحه زاغروس على صفحه فيسبوك، انه تسالنا ما هي الامور اللي ممكن يستفاد من عندها الابراج. طبعا انا يعني بالحاح دائما شديد انه اوصلكم هذه المعلومات، لانه الشمس هنالك مجره اخرى او هنالك كوكب اخر، الابراج مو 12 لا 13 برج، لكن متى ما كانت هذه الابراج او هذه الشمس عبرت الابراج بطريقه صحيحه وكانت الرزنامه حقيقيه وكان هنالك شيء يضاف حتى نعرف الشمس هذا الشهر وين كانت، لازم انه نعرف انه الابراج طلعت 13 برج وليس 12 برج. طيب هل هنالك احد راح ينولد بهذه الفتره؟ اي نعم، ممكن انه ينولد بهذه الفتره. وطبعا متابعينا الكرام، اغلب متابعينا اللي تحدثوا قبل فتره وقالوا مثلا يقول انا اشعر بان برج الاسد مو بس صفاتي مو للاسد، كان يكون مثلا للبرج اللي بعده، تمام، هنا شلون. او البعض يقول اني حمل بس اشعر ان اميل للثور، لمولود الثور، شنو الموضوع؟ تمام، شنو الموضوع؟ انا اقول لكم شنو متابعينا الموضوع، لانه اللي انولد اساسا في مولود الحي او الحواء وين صارت؟ صارت 30 يوم فرق بين هذه ال 12 برج، فيبدي ياخذ من وين؟ ونحن دائما ناخذ من نصف الشهر ونصف الشهر الاخر، اوكي؟ فشي يحس هذا المولود؟ يشعر بكأنه توأم لمولودين، يروح مثلا للحمل وللثور، اوكي؟ او للعقرب والسرطان، او للميزان والعقرب، وهكذا تنقاس المواضيع على اعتبار انه هذه المواليد او هذه الابراج انولدت او انولدت في برج الحواء او الحية اللي كانت الشمس بها. هذه ابرز التفاصيل. راح تقولون طيب هي شنو المعالجات اللي ممكن حتى واحد يستفاد من هذه الفترات، او هل ممكن احنا نعيد قراءه الابراج من جديد ونعيد كل تفاصيل حياتنا من خلال قراءه الحساب الجديد ويظهر بعدين هو مو برج، يعني انا مو هو تاريخ ميلادي حقيقي، لكن يظهر في الرزنامه انه هذا مو صح، يعني مو مولود الثور مثلا، هسه 20/11 مو؟ خلينا نقول او 2/11 او 3/11، يعني هنا ما طلع عقرب. ليش؟ ما طلع عقرب لانه هو ماخذ النصف الاول او ربما كان بالربع الاخير، فتشعر احسن احيانا الابراج. راح البعض يقول طيب ست انه اذا 30 يوم الشمس كانت في برج الحواء والحيه، هنا شنو راح يصير؟ هل قراءة حقيقية أم غير حقيقية أم أبراجنا مو تمام؟ لا، هي مو هيك المواضيع، ولكن على الأقل أنت تكون دائما البرج الأخير ربما أو على الأغلب أنه ما أخذ من البرج اللي قبله، يعني ما أريد نجزم، أو أنا وصلت لقناعة أنه مو جميع الأبراج حقيقية ولا جميع المواليد ترى تنطبق وتنتمي إلى هذه الأبراج الكلاسيك اللي نزلت من زمان وما في أي تحديث عليها ولا صار أي مواضيع عن هذه القضايا اللي تخص يمكن طابع الأبراج. طيب لبعض الأفلاك يقول طيب ما هو لكل ما أدري، إحنا نأخذ اتصال هاتفي جهزوا ولا نكمل حديثنا؟ أنا كنت حابة أنه أكمل يعني عن هذه المواضيع وتثقيفها. ألو ألو، طيب معنا اتصال هاتفي ولا شو؟ بعرف اليوم ربما اكو بعض الملاحظات اليوم بمسائل الاوتوكيو او الاتصالات، وانا على فكره حبيت انه تكون هاليوم الحلقه شويه خاصه ونتحدث عن هذه المشكله الحقيقيه اللي جميع الابراج يعانون منها، وجميع الابراج يعني يحاولون انه يسالون شنو نسوي تحديدا وما هي الفترات اللي ممكن نستفاد منها. ننتقل متابعينا للقسم الاخر اللي راح يكون هو عن الارقام والاسماء والحروف، وهل هذه الاسماء والحروف اذا كانت للعقرب او لجميع الابراج على اعتبار في مشكله في الحواء والحيه، هل ممكن نتبعها وتكون طاقه حقيقيه نستفاد منها؟ طبعا لا، طبعا لا. ليش؟ لكن تتمنى تكون طبعا حلقات الفترات القادمه حتى نحاول انه نفهمكم ما هي الفترات والارقام اللي تنفعكم من خلال حسابنا الجديد الحواء والحيه. ومعانا اول اتصال هاتفي. الو الو صباح العافيه. صباح الخير وصباح العافيه. ميت هلا والله، منو معانا؟ وياك يا من كركوك. ابو منو عفوا؟ ابو حيدر من كركوك. ابو حيدر كيف الصحه؟ والله الحمد لله والشكر. في دول عينك ابو حيدر. شوف لعل البرجي مواليد 93 12/5. طيب اسم الكريم ابو حيدر؟ ابو حيدر اسمك الكريم؟ اياد. اياد ابن منو؟ ريحان. لا الوالدة شنو اسمها؟
ريحان. ريحان؟ نعم. تمام. أخ حيدر بعدك ويانا؟ طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال بالأخ حيدر. يلا خير إن شاء الله. هو يفترض أنه عطارد مرتفع يعني لازم الأمور جدا ممتازة. ما أعرف ربما هنالك اليوم بعض الخلل في الاتصالات. طيب يلا ننتقل حتى نكمل حديثنا عن بقية الأبراج والأفلاك والأرقام والحروف وحتى بعض التفاصيل. أغلب الأشخاص يمكن يسألونه إذا كان هناك هذا البرج، هل معنات نحن نفينا كل ما يتحدث عنه البرج أو الفلك وأصبح هذه المواضيع كلها مغلوطة؟ لا، هو مو هيك الموضوع. بعد ما أخذ هذا الألو الثاني، راح أقول لكم شلون راح نتعامل مع هذه الفترة ومع هذه المشكلة اللي أغلب متابعينا يعانون منها. يلا روح لاتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. ألو صباح العافية. ألو صباح العافية. ألو. مرحبا. ألو والله. ألو. صباح العافية مرحبا أسمعك. ألو صباح النور. مية هلا قلبي. ألو. ألو. والله ألو. ألو صباح الخير. صباح العافية أسمعك تمام تفضلي. شلونك تسمعين؟ حبيبة قلبي الغالية شلونك أنتِ؟ الحمد لله. شلونك؟ أني تمام إذا أنتم خير أني بخير. الحمد لله. وياك حوراء من البصرة. حوراء أول مرة؟ لا أنا ثاني مرة. يلا حي الله للبصرة. طيب حوراء شنو راح تسألينا؟ شنو حاب تسألينا؟ أنا 88000 يعني في مرة اتصلت همين قلت أيضا على القسمة. تمام. خليك معي. 88000. إي يعني هو احنا متفقين انه 88 هو مولود الاسد الوجه الاول. ايه. تمام وشمس وناريه. طيب عن شنو ايش قد عمرك حوراء؟ انا عم 21. عمرك 21 يلا. ايه. عن شنو راح تسالينا تحديدا؟ انا ذيك المره هم اتصلت عليك عن القسمه وقلت لي طيب. بعد شهر وهاي شو ما في شيء. قسمه يلا على النصيب تمام. اي نعم. شوفي حبيبتي احنا قبل قليل يا حبيبتي يا حبراء كنا نتحدث لو كنتي بس متابعتنا على انه الابراج هي مو 12 برج هي 13 برج. تمام. اكو الحواء واكو الحيه. هذا اغلب الفلكيون ما وضعوا هذه التفاصيل لحتى اغلب متابعينا يفهمون شلون يتعاملون مع هذا الحدث المهم اللي الشمس تقعد في هذا البرج هو 30 يوم. اوكي طيب. هسه انا من قلت لك بعد الشهر يظهر معك شيء جميل بحسباني اني مو بحسبان الفلك او الكلاسيك المتعارف عليه يعني من قلت شهر الشمس وين تمام اذا الشمس اخرت عندك هذه الفتره يعني اذا شهر ربما نشهد الشهر الثاني ومعاك ان شاء الله يا ربي اكو انت طبعا مولوده الاسد فترات جدا ممتازه وايجابيه للانجاب وللزواج وللقران وللسفر ايضا معاك لكن عطارد المرتفع اللي صحب معاه مشتري وزهره وقواهم بالمريخ وزحل يعني هذا الموضوع ما حدث ابدا بتاريخ الابراج، حظوظ جدا ممتازه وايجابيه، فمن قلت لك شهر اذا ننتظر الشهر القادم او ربما ننتظر الى نهايه السنه لانه سلسله من المسائل والفترات الايجابيه في حياه الابراج راح تشهدها ان شاء الله تطورات جدا ممتازه وجميله وبصراحه انا جدا متفائله بهذه المواضيع وهذه الامور، لكن فقط تنتبهين اما ان يكون في شيء حادث على يدك او ربما تنتبهين لحادث على يدك. صار معك على يدي على الذراع إلا لا سامح الله يا ربي ألف لا بأس عليك لأنه عطارد والمريخ هو مع أنه يقوي الأبراج لكن هو يسموهم أبو المشاكل لأنه نازل فننتبه نحاول أنه نتوخى الحذر ونتعامل مع الأشياء الحادة بهدوء مريخ وزحل اثنينهم يعني مصاحبين أوكي فبس ننتبه لهذه العوارض إن شاء الله يا رب خير تمام تمام زين أنا البارحة صدق إيدي احتبت بالطباخ اذا كلامي مضبوط إيه خلاص بعد شو اقول لك اكثر من هيك شيء حبيبتي الف لا بس عليك يلا بهاي ولا بغيرها ان شاء الله ان شاء الله حبايب قلبي يسلموا حوريه يلا نسمع اخبار طيبه ان شاء الله شايفه خير ومستاهلتها يا ربي تمام يا مرحبا طيب يلا في اتصال هاتفي اخر الو 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 صباح العافيه الو 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 هلا وحبيبتي صباح النور مية هلا مية هلا والله بس وطولي صوت التلفزيون واسمعونا من الهاتف حتى تستفادين من وجودك ويانا جاي اسال على
البرج مع البتي صار من عيوني وتدللين. منو معانا؟ انا ام محمد، ذاك اليوم خابرتكم ام حمودي الذهب حياك الله. مين تلا يا مرحبا. حم الله واديك على راسك. عين يسلم راسك يا الغاليه. ام حمودي انا اريد اشوف قصه بتي 1997. هي 97 مواليد. اي تاريخ الميلاد ايش قد؟ الشهر العاشر. اي 26 دي. طيب راح نقول 26. طبعا هي مولوده العقرب. اي تمام. مريخ. اي على نصيبها وعلى عافيتها حبيبي. اي العافيه والنصيب. اي تمام. يلا ام حمودي. ها حبيبتي فدول عينك. اللي مولوده العقرب اول بدايه الامور معاها هم او ربما رافعه شيء ثقيل او ربما تحمل شيء في داخلها مهمومه هذه البنت او على ظهرها شيء معين. أي. الله اعلم ايش هذه الامور. وعلى فكره هو حاكم برجها المريخ تمام. أي. والمريخ تمام. والمريخ مع سلسله جدا جميله وممتازه من عطارد المرتفع والمشتري والزهره المال والمال والزواج والقران والنصيب. والمريخ اللي يقوي لها الطوالع بطريقه غير اعتياديه، رايحه لرزق كلش ممتاز، رايحه لشيء ربما ان شاء الله نشهد قرانات. شوفي على الرغم من انه هذه المولوده قد تكون هنالك نصيب ما تم او قراءه فاتحه او ربما زواج وصل حد القران وما تم، يظهر معها علاقات متقطعه، حصل ولا ما حصل؟ لا ماكو. يلا خير ان شاء الله، للوجه الثاني هي هاي اذا. تمام. فان شاء الله هذه المولوده على الربع الاخير من السنه تشهد امور جدا ممتازه. من يومين ثلاثه بلشت الحظوظ مع هذه يعني خصوصا الابراج المائيه، هي من برج المائي، بلش يصعد عند مولود العقرب جانب المال والحظ. خلي تحاول انه يا رب تستفاد من هذه الفتره، طبعا كثره الدعاء لله سبحانه وتعالى في هذه الفترات جدا ممتازه، يعني ادعوني استجب لكم، الله كلام الله سبحانه وتعالى. فحاولوا انه الدعاء ستقولون شو ربط الأدعية والأسماء بالأبراج، لأنه الآيات القرآنية هي أساسا مفاتيح الأبراج، فإذا استخدمناها في فترات جدا ممتازة وإيجابية للاستغفار والدعاء جدا ممتازة يحصل نصيب ومراد جدا إيجابي خصوصا أنت أم. فهذه الفترة بس تنتبه مولودة العقرب من شهر التاسع والثامن تمام؟ تمام. يعني حتى لو حصل عندك قران أو زواج أو ارتباط ابدا ما ترتبط وما تقترن لا بالثامن ولا بالتاسع، يعني كلام صريح وواضح لمواليد العقرب جميعا. اي تفاصيل حياتيه ما تتموها بهذه الفتره، لان احنا ربما بتوجيه ابراج او اقمار جدا قويه تاثيرها قبل الابراج على العقرب اولا. فيشهد مولود العقرب ان شاء الله محاذير من شهر الثامن والتاسع تحديدا لهذه الفترات، ما ممكن انه نروح لاي اشياء، يعني فقط هاي الشهرين نعديهم، ولا حصلت اي كلام او امور فمو بشهر السابع عفوا الثامن والتاسع، ان شاء الله على بدايه العاشر ثم على الربع الاخير من السنه فتره العقرب بامتياز. لكل مواليد العقرب اللي تابعوني اليوم صباحا، فتره الربع الاخير من السنه من حلول ميلاد الجديد إلى الربع الأخير من السنة هي فترة جدا إيجابية وممتازة لمولود العقرب تحديدا. وإن شاء الله تحظى هذه المولودة على النصيب. أما مسائل الصحة هي تعاني من مسائل صدرية، كأنه صدرية أو كأنه خمول أو ربما أحيانا تسقط. صحيح. تمام كلامي؟ تمام. صحيح. بما أنه هي مولود زحل المريخ الحديد، عندها نقص في الدم بن الحديد، تابعي هذا الموضوع راح تعرفين كلامي صحيح. كملي لها مواد غذائيه وراح تصير مثل الورد، ما بيها بس العافيه. حم الله والديتك يا حبيبتي غاليه والله غاليه. يا مرحبا متابعينا للابراج المائيه او للطوالعهم المريخ. المريخ اللي كان صاعد او ربما بدا يتذيل مع عطارد المرتفع اللي مصطحب النصيب والحظ وكل الامور الايجابيه، مسوي هيك فد قلاده تجنن من الحظوظ والافلاك الممتازه، راح تعاني طوالعهم المريخ يعني والزحل راح تعاني من نقص في الحديد في الدم، لانه برج الحديد هو زحل، يعني برج الحديد هو زحل، فهنا نلاحظ انه بعض الابراج بلشت مع ظهوره تنقص من في فترات الدم يعني او في جسم الانسان في ماده الدم للحديد او ربما الديثري ايضا من هذه الامور اللي تحظى بها الان. لكل المواليد المائيه اللي يحاول يروح يعمل تشيك راح يلقى انه عنده نقص في فيتامين الحديد وفيتامين الدي اللي هو يكمل، راح تقولوا له شنو السبب؟ طبعا هم ابراج حديد أو هو برج الحديد المعبر عن الحديد، لذلك هو برج قاسي وشوفونه بهذه الطريقة. طيب وأيضا يابس. يلا ننتقل لاتصال هاتفي آخر. ألو
الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، يا هلا. شلون احوالك يا هلا؟ يخليك يا طيب. الله يسلمك ورحمة الله والديك. منو معانا؟ ابو هابوس، بس اريد اشوف بنتي سبحان الله. صار. خمس مرات تجيها قسمه وتخرب، ما ادري. صار صار صار، تؤمر امر وتدلل. منو معانا؟ منو معانا؟ ابو علي. ابو علي اول مره تتصلنا؟ لا ثاني مره. يا حي الله ابو بابل، 100 هلا. حياك الله رحمة الله والديك. يا مرحبا، شلونهم اهل بابل؟ الله يخليك. الله بخير وبركه ان شاء الله. خليك يا رب يدوم ان شاء الله. طيب الله يسلمك. عيوني ابو علي، اللي شنو اسمها البنت؟ فاطمه. فاطمه بنت؟ بنت كوثر. كوثر ما شاء الله. فاطمه وكوثر، يعني شلون تشكي من قله حظوظ هذه المولوده؟ اي سبحان الله. فاطمه وكوثر، طاقه وتوافق مع الاسماء، وربما اذا كان عندها قران ونصيب هذه تكون معزوزه ومكرومه عند الزوج، معاها حظ مع الزواج هذه. طيب تعال انطيني برجها وتاريخ ميلادها، خليني اعرف شنو العطل او شنو العارض. 28/12/2002. 28، خليك معايا. على راحتك. راح يكون هو مولود الجدي من الوجه الثاني، وزحل حاكم برجه طبعا ترابي. طيب يلا. لمواليد الجدي لهذه الفترات، ونحن تحدثنا على انه زحل. زحل الان، شوف زحل كان بالفترات السابقه يا عزيزي يا ابو علي بمحلات. نعم. بمحلات غلط، بمحلات خطره. أي. من جميع الابراج، اما كان يواجهها بفعل النوازل اللي كانت يعني متصدره من خلال الخارطه الفلكيه، كان اما يكون أي. بسايد او بامام او بجانب، وكانت طبعا بعض هسه احنا ما نريد نسولف حتى لا ناخذ الوقت، حدثت بعض الملاحظات اللي حاصرت نصيب اللي حاكم برج زحل او المريخ، واللي كانت مثلا العقرب او كانت الجدي. فاليوم نعم. زحل المتصدر او عطارد اللي صاحب معاه زحل والمريخ، وبحضنه وبيده جار زحل الزهره والمشتري، هنا شنو يكون؟ هنا راح يكون حظوظ غير اعتياديه للي هم حواكم ابراجهم زحل، وهي حاكم برج زحل. ان شاء الله نشهد امور جدا ممتازه وايجابيه. على فكره بابكم مطروقه. نعم. او ربما هنالك طرقه باب لنصيب هذه البنت، بابها مطروقة إن شاء الله. الآن أمامي ظاهر شيء جدا إيجابي وممتاز، وكأنه شيء أو ربما هنالك علاقة ما تمت، أو ربما شخص يظهر صاحب جبين عريض أو شعر يظهر على وجه عينه نازل يعني على الأمام إن شاء الله، ويكون نحاسي البشرة أو لون يعبر عن لون الحمار هذا الشخص، أو ربما محبة، أو والله أعلم يعني عن هذه التفاصيل الخاصة مولود الزحل الآن اللي معاه فترة جدا قصيرة وإيجابية، وهذا الشخص صاحب أطراف وأيدين خلينا نسميها مليانة وقصيرة الأصابع، راح تتذكر كلامي. ويا رب خير. الله يرضى عليك. يا رب خير إن شاء الله. رحم الله والديك. والديك أبو حبوس، لحظة واحدة، لحظة واحدة، دقيقة واحدة. تفضل. الله يرضى. ذيك المرة خابرتك على ابني، سبحان الله كل اللي حكيتيه صار صحيح بالمضبوط، يعني ما اختلف شعرك. شنو كنا قايلين؟ كان هو مشاكل هو وزوجته. طيب. وهم كل مرة واحد نصيبه. إيه؟ كل اللي حكيتيه المتدخلات الخارجية صحيح. بس أرجع أشوف نصيبه. اكو الى قسمه الفترة هذه ان شاء الله. ابو علي يعني انا اللي تحدثت عنه صار بالحرف الواحد؟ بالضبط. اي والله. شنو قلت لك في حينها؟ قلت لي طيفين اوصاف البنيه صحيح، وقلت لي ذولا يتفارقون وصحيح، وقلت لي ايام جايه كلش حلوه وصحيح، ايامه كلش حلوه الحمد لله والشكر. يا رب يعني ماكو اختلاف، الله شاهد. يا رب خير ان شاء الله السعاده. الله يرضى عليك. بس ابدا اشوفه. طيب الان شو تعرف بالضبط؟ ها؟ شنو تتعرف ابو علاوي تدلل؟ الله يسلمك ورحمة الله والديك، بس ابدا اشوف يعني إلى قسمه ان شاء الله جايه قريب او قسمه نصيب. علي والله. علي ابن هو علي؟ اي بالضبط رحمة الله والديك. علي ابن بسرعه كوثر. كوثر. ما شاء الله ما شاء الله، علي وكوثر. الله يرضى عليك. ما شاء الله، يعني اسماء اولادك جدا ممتازه مع الاسماء للام. وإذا ارتبطت وإذا توافقت أسماء الأم مع اسم الابن يكون مسعود الحال، وإن خسر خسارات تكون يعني مو مضرة. هذا الشخص صحيح. اللي قادم 40 يوم بعد من الآن. ايه. هو شنو حاكم برجه قلنا؟ شنو برجه بالضبط؟ والله برجه هو يمكن مواليد 1999. ايه. يا شيخ. 27/5. 27/5. أيوة. اللي هو طبعا مولود الجوزاء. هذا مولود الجوزاء حاكم برج الزهرة، وتسأل على حظ عمي، هذا محظوظ ويا اسمه واسم أمه، أقسم بالله هذا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأجل
ونحن قدام ان شاء الله. هذا محظوظ لا تخاف عليه ابو علاوي، حاكم برج الزهره واسماء والدته وحروفه وارقامه بصراحه جدا محظوظ. انا اول مره اشوف بصراحه هيك اسماء جايه وكانه متسلسله، كان الله سبحانه وتعالى هو الام. طبعا دعاء الام جدا حاضر، او الاب او شخص يحب اكبر من عنده، واضح هذا الموضوع للدعاء من كل قلبه. هذا الشخص ان شاء الله يحظى بفترات بعد 40 يوم يا ابو علاوي، 40 يوم بالتمام والكمال، عنده حدث مهم حلو على صعيد القران والزواج. الله يرضى عليك. يظهر معاه طاقة خمسة، الدائرة قد تكون الحلقة أو قد يكون هو الجمع. يعني بجمع بإنسان بعلاقة جديدة. الله يوفقك. حياك الله، مية هلا بك يا أبو علاوي، ذهب مية هلا يا أبو. أهلاً وسهلاً، طيب. يلا. إذاً نروح لاتصال هاتفي آخر، ألو. ألو. ألو مرحبا. ألو ألو. صباح الخير. صباح العافية عيوني. شلون اسمك؟ فدوى لقلبك. حبيبتي أنا معلا من كربلاء. أم علاوي شلونك؟ بعد عمره والله إذا أنت بخير إحنا بخير. فدية قلبك عيوني، شو أخبارك أم علاوي؟ بعد عمره والله على الله الحمد. من قطعة من قطعة من قطعة، أخبارك وينك؟ والله أتصل وما حصلونا، أتصل يحصلوني يفتحون خط. اخير شيء يعني يخلص البرنامج يروح. اوف 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 معلاوي نعتذر منك حبيبتي، ما يخالف تعذرينا، اتصالاتنا كثيره واللود يلا تمام. اي والله. طيب معلاوي شلون اساعدك؟ بعد امر ست ميت اريد اعرف اوصافي ما انطيتيني اياها، انا شاكه ببرجي. شاكه ببرجك. انت تابعتي ام علاوي؟ انت تابعتك؟ اي 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 متابعتك. تابعتي انا حياتي كلها. أي. أنا يعني أرد أتصل بيك أرد أجلس على هذا الشيء. أي. يعني أنا قبل لا أتزوج كان الشهر يعني تلافى اللي ما بيها ركزة. قبل لا أتزوج، من الزواج تغيرها جنسيتي صارت ثلاثة من ركزة، يعني أقول خاف يعني برج الدلو. زين، إحنا نترك هذا الموضوع ونعتمد على تاريخ الميلاد أو البيان الولادي، أي الأم. الأم شنو كانت تقول؟ والله ما ادري امي الله يرحمها يعني ما اعرف. طيب اذا بهيج حاله ناخذ اسمك واسم الوالده. انطيني جنان بنت رجاء 16/3 هسه حاليا شهر الثالث من الزواج. زين ليش من تزوجتي؟ يعني انت تاريخ ميلادك من تزوجتي عرفتي؟ لا لعد متى؟ كان 16 كان 16/3 بس الثلاثه اللي ما بها ركزه. هذا مو ثلاثه هذا اثنين. اي انا هم كنت اقول يعني اثنين وظليت محتاره بس من غيروا جنسيتي خلوا لي الثلاثه من ركزه ظليت محتاره. اذا غلطوا بتاريخ الميلاد، بدل ما شهر الثالث خلوه شهر الثاني، بدل ما شهر الثاني سووه شهر الثالث. اي والله بعد ما ادري يعني اذا تقدرين انطيني اوصافي خل اشوف بركته. بس تميس يعني شو تقولي لي على برج الحوت تقريبا وياي؟ طبعا طبعا. شلون تدرين ليش؟ لان مو نحن هنا الشمس اللي احنا حكينا عليها اللي قعدت شهر ببرج الحواء. أيوة. والحيه شنطت انطت. أيوة. من الحوت وانطت من فوق من تحت من فوق الحوت او من الحمل، انطت من الحمل ثم الحوت وهكذا هي الامور ده تشوفين. أيوة. فهي هالشكل المواضيع راح تنقاس تماما. زين احنا نترك تفاصيلك اوكي، خلينا احنا اذا حضر الماء بطل التيمم، شو علينا بهاي القضايا؟ انا راح اخذ اسمك واسم والدتك اوكي. نعم. وراح نسوي لك حساب رسمي، اللي ما يعرف برجه ومو متاكد من عنده من خلال حسابنا ان شاء الله راح نوثق لك البرج بالضبط ونقول لك تلتزمين حرفيا بهذا الموضوع على كل التفاصيل ان شاء الله يعني القادم نفيدك تمام؟ ان شاء الله. زين ست ميس انا ما عندي نت يعني كلش. طيب على احنا عاده يا حبيبتي يا جنونه عاده على الجو مباشره نعرض. أيوة نستعرض علمها. نستعرض الابراج اللي سوينا قراءاتها حتى نعرف يعني او يعني حتى نحاول انه نستفاد من الاسماء اللي تحدثنا عنها فنذيعها على الجو مباشره ان شاء الله. اي والله رحم تمام؟ الله والديك حبيبتي يا مرحبا يا اهلا وسهلا. زين ما يخالف برج بنتي هسه؟ ما اعرف الاخ المخرج شنو يقول؟ يلا تفضلي معلاوي. بس النصيب رحم الله والديك 16/1/2002. طيب 16/1 2002 اي صابرين بنت جنان.16 طبعا احنا متفقين انه هي مولوده الجدي. نعم. الاول وزحل وترابي. يلا ايش اسم البنت؟ صابرين بالجنان. صابرين.
جنان. يعني صابرين مع جنان في شوية مشكلة. أوكي؟ أي يعني عدم توافق من الحرفين الأول وحدة، وهذا ما يدعي ربما تأخر بالزواج أو ربما مشاكل بدائية مع الشريك في بداية الارتباط. يعني أيوة زول إن شاء الله. يعني دائما بس هي حاليا انخطبت وقلتي لي بهيك شهر تنخطب وصحيح نفس حكايتك ونيشتنا بس شني تأخر زواجها تأخر يعني. إذا هسه كلامي مضبوط؟ مضبوط 100%. قلتي لي بشهر الواحد تنخطب صحيح انخطبتي والله. تمام، والآن هسه شنو قلت لك أني؟ قلت لك تأخر مو؟ تأخر إي والله تأخر يعني الزواج تأخر. زين تعالي أفيدك؟ اي والله. انت ردتي السبب شنو؟ والسبب اتضح انه هسه بعيدا عن العطارد المرتفع اللي دورته، هسه هو ارتفع اليوم راح يجيب لها افراح. اليوم راح يساعد لها مسرات. اليوم الشريك جايب بجيبه فرحه حلوه لها. هذا واحد. اثنين حتى نتجنب التاخيرات اللي راح تتكرر في حياه هذه المولوده على صعد خلينا نسميها يعني اختلاف وجهات النظر وغيرها. اغلب الابراج اللي انا انصحها اللي طبعا ما راح تقدر تروح تغير اسمائها. ممكن انه تعمل اي كنيه على سبيل اللطافه. تمام؟ مثلا نعم يعني مثلا هسه اني ميس ميوش مو؟ هي فرحه فنروح مو؟ نعم. صابرين يعني ما لقيتي غير صابرين؟ يعني الصبر المر، الصبر على المر او الصبر على المآسي، كل كلمه كل شخص له حظ ونصيب من اسمه، هذا الامور متفق عليه، تمام؟ فمعنى ما انت تجيني تسمين صابرين مع اسمك الجنان قطع. شتان ما بين الاثنان، يعني انت شوفي اغلب متابعينا يقولون ست ميس هل معقوله انه اسم الام ياثر وانا اكون تعيسه بسبب امي؟ اي نعم والله تكون تعيس بسبب امك، تمام؟ اي فانا بشكل شخصي عانيت من اسم الوالده بصراحه، يعني اسمي مع اسم الوالده عمل لي حوادث ما تذكر، تمام؟ فحاولي انه تكنيها باسم مفرح حلو جميل الا فد موسيقى نادوها بالبيت وتعودوا عليها، وانا متاكده راح يتغير الحال وراح يعني تتبدل. يعني مثلا نعطينا اسم ست ميس شنو يعني صابرين؟ يعني مثلا انا ما راح افرض فد شيء، انتم اي شخص اي شيء ممكن حابه انه تعملينه شكو منها، يلا فنروح فرح، سميها فرح، سميها ابتسام، سميها بسمه، سميها حياة، سميها هاي الأشياء اللي توحي للأشياء الحلوة. يعني مثل أنا حديقتي ما بها أي زرع وأجيب الزرع البلاستيكي اللي أقلده بس حتى أروح للون الخضار، تمام؟ واضح شلون؟ فإحنا نروح للأسماء المفرحة الطروبة الخفيفة اللي نتناولها بحياتنا لحتى تغير أسماء أمنا وأسماءنا، وتابعي الأمور شو راح هسا إذا ما تحسنت وياها 50% طبعا هذا الفشي كلش ممتاز، فعلى الأقل خل تاخذ فدي 30، تمام؟ ان شاء الله. تمام، يا ربي خير، يا ربي خير عين ست ام علي. يعني ست ميس ان شاء الله بهذا مثل هذا الشهر الشهر الجاي يعني المفروض هم يجون يعني يصير الزواج. خلنا اقول لك يصير لو ما يصير 100% جاي وجاي ببشاره حلوه بجيبه هذا الشخص ومعاه هديه بعد. يا الله زين ان شاء الله. فقولي يا الله يعني قريبه ست ميس ان شاء الله قبل محرم. قبل 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 محرم اصلا من الأربعين يوم القادمه بدت الامور من اسبوع من ثلاث ايام. مو متابعه انتم علي، مو متابعتني انا شنو قاعده اقول. عطارد ارتفع، عطارد ارتفع على الخير والبركه لجميع الابراج. عطارد ارتفع وصحب معاه مال وحال الزهره والمشتري وقواهم بالمريخ وزحل، ما في احسن من هيك امور. ان شاء الله نصيبها حلو، ان شاء الله نصيبها حلو، طمني ما تقلقين الامور تمام ان شاء الله، الامور تمام. رحم الله والديك حبيب القلب. يا مرحبا عيوني رحمه هلا ومرحبا. مية هلا متابعينا. نروح لاتصال هاتفي اخر واعلق على مسائل الام وتعليقات اسماء الام واسم الام على البرج او على الاسم. هذه ايضا مسائل بصراحه للاسماء والارقام. ليش؟ لانه كل حرف الى رقم، لاحظون شلون؟ وكل رقم اذا جمعناهم راح يطلع فشيء معين. فهذه الأشياء إذا أجدتي بأسماء قوية وصعبة واجتمعت مع برج معين وهو حاكم برجها أيضا صعب، يعني والله العظيم ما أدري شنو أقول. ونادرا ما نجد أنه الأرقام والأسماء متساوية، يعني مثل النوادر اللي تابعناها مع أبو علي يمكن وتابعناها مع الأخت الكريمة اللي كانت يمكن فاطمة وكوثر وهكذا الأمور. أيضا الأم تعطي إذا كان الكوثر يعني الكثير ويعني أسماء ممجدة ومحمدة راح تعطي للأسماء خاصية وتعطيه أرنجية عالية وتعطيه رفعة وسمو حتى على يعني صعيد الحظ. طيب يلا في اتصال هاتفي آخر. ألو
الو 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 مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، مية هلا. رايدين الست، تفضلوا، منو معانا؟ الو الو الو، محمد، ام محمد من كربلاء. ام محمد صباح الخير. صباح النور حبيبتي. مية هلا، شلونكم؟ عيوني ام محمد بعد عمري حبيبتي. ام محمد اريد اعرف برجي وعن حياتي. صار من عيوني وتدلليني. اول مره محمودي؟ اي اول مره اتصل دائما وما دا احصل. حبيبتي اليوم سعيدين بسماع صوتك، قلبي انت حبيبتي بعد قلبي. عيوني انت تدللي. التاريخ 8/3 العفو. ها معلاوي، بس لحظه لحظه. برج السرطان. متاكده؟ 18/7. تمام. 18 18/7 83. تمام. طبعا السرطان، القمر حاكم برجك وطبعك مائي. اوكي اوكي تمام. طيب ام علاوي وياك حبيبتي، اسمك واسم والدتك؟ عيوني نوال بنت حمديه. حمديه، زين ماشي حبيبتي. اخت ام حمودي، يلا عن شنو تسالين عيوني؟ اسال عن حياتي، يعني يا سبحان الله اي مشروع اقبل عليه ما يصير الي. طيب ايش قد العمر؟ يعني ما اقبل لي العمر؟ العفو، عمرك ام علاء ام حمودي؟ مواليد 83 حبيبتي. 83 تمام. يلا يعني تسالين عن طرق المال او الشراكات؟ اي يعني هواي عندي مشاريع، مثلا اريد ادخل بيها او شراء بيت او فد شيء وما يصير، سبحان الله ما يصير الي. ما فهمت قصدك، تقصدين انه مثلا عجبك فد بيت وحاولتي تتقربين اله ومكان وما صح، او عجبك انه تفتحين فد مشروع مادي او تجاري وما صح؟ اي صحيح. طيب هذه الفترات من متى حصلت معك؟ يعني تقريبا صار سنه. سنة من بداية السنة اللي تتحدثين عنها أو قبل السنة بشوية بدأ عطارد بالتراجع. أوكي؟ كان عطارد يتراجع ويسكن البرج الواحد كذا فترة، فحتى يعود عطارد دورته من جديد هو بواقع السنة، وأنت بديتي مشاريعك بفترة عطارد المتراجع. إذا هل هذه فترة فشل؟ لا مو فترة فشل، لكن فترة ممنوع تبدي بأي مشروع وعطارد متراجع، يراجع لك الحظ والنصيب. إذا يتأخر؟ لا ما يصير، مو يتأخر أصلا، ما يصير إطلاقا. فأنت هذه الفترة اتبعتيها بفترة كانت غير إيجابية، وكان مناخ غير تمام للشراكات والشراء وكل ما يتعلق للعلم، حتى قص الثياب واللبس كان أيضا البعض من عندنا يسبب له مشاكل إذا اشترى شيء جديد. تمام؟ فهذه المواضيع بتراجع عطارد ما ممكن تتم يا حبايبي. الآن إذا تحبين تبدين من جديد دورة عطارد للحياة عادت من جديد، وهو ما صار للأسبوع الثاني اللي بلش من حمل، واليوم هو من يومين حاصل وجالب مع عطارد المرتفع أسميه، مع المشتري والزهرة المال والحظ، ويقويهم بزحل والمريخ. وين؟ مقابل الشمس، الشمس بيت السلطان. تمام؟ فكل التفاصيل، واني بشرت كل الابراج يا متابعينا، هذه الفتره فتره جدا خصبه وفتره جدا ممتازه لجميع الشراكات والزواج والنجاح والسفر وارباب الاقلام والاشخاص المعروفين وللشهره وكل مواقع التواصل الاجتماعي. فحاولوا انه تستفادون من هذه الفتره يا حبيبتي. بعد قلب، يعني ان شاء الله هذا المنزل الان بي انتقل الغير عن قريب. طيب في شراكات او في سيده او في شخص او في كلمه ظاهره معاك او هي اللي مأخرتك الان؟ ها تمام تمام، صحيح كلامي؟ اي صحيح. زين شو ننتظر؟ ننتظر عقب باكر. اذا قدرتي تحصليني عقب باكر راح اقول لك شو تسوين بالضبط تحديدا. بعد قلبي حبيبتي. حبيبتي تدللين وتأمرين امر. عيوني انت رحمه رحمه، حياك الله. اهلا بالاخت نوال، حياك الله. ام علاوي، ام محمد عفوا، من كربلاء الكرام، اهلا وسهلا بكم. طيب متابعينا يلا روح لاتصال هاتفي ايضا اخر. الو السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. عيوني بس حاب اعرف عن الحظ والعمل. منو معانا؟ انا عبد الله بن اسماء.
اخ عبد الله اول مره تتصلنا؟ اي نعم. من وين؟ من وين اخ عبد الله؟ حي الله البغداد، مية هلا، نورتنا واسعدتنا اخ عبد الله. طيب اخ عبد الله ايش قد العمر؟ انا 94 مواليدي 10/7. 94 10/7 تمام. يعني 10/7 احنا متفقين انه هو مولود السرطان للوجه الاول. نعم. والقمر حاكم بيتك، طبعك مائي. تمام. يلا اخ عبد الله، اسم الوالده منو؟ اخ عبد الله. نعم. اسم الوالده شنو؟ اسماء. اسماء؟ نعم. اسماء. طبعا اخ عبد الله مع الاسم الوالده للاسماء، فترات قادمه لو كان عندنا مجال لفهمك شلون تستفاد من طاقه اسم عبد الله مع الاسماء. عندك طاقه، يعني اول مره بحياتي اشوف هيك شخص متمكن من حيث الاسماء والارقام، يعني مو بس بيرفكت انت، يعني رهيب، مخيف مخيف الاسماء والارقام اللي موجوده عندك، لو عرفت شلون توظفها مع طاقه القمر حاكم برجك ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طيب يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو مرحبا. الو مرحبا. الو السلام عليكم. الو صباح العافيه، مية هلا. اسميت ثاني بروين. بروين صباح العافيه يا بروينه. يا هلا بيك. وينك بروينه؟ ما في، مختفيه. والله اخبر وما احصل. يلا اليوم احنا سعيدين بيش بروينه. وانا اسعد. بدول عينك. اي بروين. ستميس عريض الخالي. اي اللي هو؟ صبري ابن فاطمه. صبري فاطمه. اي. تمام. ما اعرف لو 17 لو 11 9. لا. مواليد 61. لا نحن مو هيك الحكي، مو لو. انه انت تعطيني كود، هذا كود كوني عنده، اوكي؟ اسمه وتاريخ ميلاده. برج العذراء، هو برج العذراء. متاكده من هذا الموضوع؟ ايه ايه 100%. على مسؤوليتك؟ ايه ايه. اي العذراء؟ ايه. العذراء عطارد حاكم برجه، يا سلام، وترابي الطبع. يلا شنو راح تسالين عنه؟ تتميز عنده بيت يريد يخلي باسمه وما يصير. يعني ما فهمت شنو عنده بيت ويريد يخلي باسمه وما يصير، كيف يعني؟ يعني بيت ملك، يعني هذا بيت جدي. يريد يسوي باسمه. طيب. شوفي لهذه الفترات اللي تتحدثين عنها، اولا هنالك مفتاح جدا قوي وسبب، خلينا نسميه سبب، ويتمثل بشيء اسمه مفتاح، يعني كانه كفت شيء لازم يسويه يلا حتى ينال هذا اللي هو بيه. يم سيدة يم شخص لازم يتعامل معاهم بالاول، اوكي؟ ست ميس تحكي بيت، يعني جدي مات هسه خالي اثنين وامي واخته، واخت له يعني فاطمه ميته. هسه خالي يريد يسوي باسمه وما ياخذ هذولا، بس ياخذ يعني اوراقهم مثل جنسيه وشي يخلي باسمه. واخذ محامي هسه يروح يجي ما يتخلون باسمه. حبيبتي ما عرف ينطي حقهم. هذا ما يصير يخلي باسمه، هذا تحايل، هذا اكل حق ومال، هذا ورثة. اللي يظهر معي والله اشخاص ورثة وما ينطي ما ينطي ماشي. يقول ما يخالف اللي يريد خليه يجي ياخذ مني. من واحد يقول هذا حقه، يقول ما حد عنده حق يمي، هذا مالي واني سويته واني هيك سويته واني ما عرفت. اي هذا كلام، هذا كلام يروح يقوله بالقانون، هذا كلام يروح يقوله بالقانون. اما مسائل الحق فهي مسائل شرعيه. للعلم هو عطارد مرتفع عنده وصاحب معاه مال ومشتري، اوكي، وحظ ويقول الطوالع. هو قوي قوي بيا فتره بشخص ربما يتحايل على ورق، او ربما يلعب بورق، او ربما يتحايل على ورق رسمي. اذا حصلت هاي الفتره يا بروين اسمعيني على الجو، اذا هذا الشخص الشاطر تحايل على هذا الورق ينجح هذا الشخص بانتزاع الملك من عندكم. اتمنى انه هاي الفتره ما تخدمه، يعني انا مو ضد انه يعني احكي على احد، لكن هذه الفتره فتره عطارد مرتفع وصاحب معاه قوه للحظ والمال لهذا الشخص العذراء اللي الان يطالب بحق. وهذا الشخص اللي حكيت لك عليه
إذا استفاد وغير بهذه الأوراق في ظل عطارد المرتفع راح ينتصر عليكم وينتزع حقكم وياكل حقكم أيضا للأسف. طيب يلا في اتصالات في آخر؟ تمام. إذن متابعينا الكرام فقرتي معاكم الصباحية انتهت، لكن لقائي يجدد بكم كل يوم صباح بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحية، وأنا أحبكم، باي باي.